بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، قسم الرياضيات بجامعة الأقصى، نلتقيكم في هذه المحاضرة وتكملة لسكشن 2.6. المحاضرة الثانية هتطرق لموضوع الأسيمتوتس، خطوط التقارب. في هناك أنواع كثيرة من خطوط التقارب الأسيمتوتس. خلينا نعرف في التعريفين التاليين اللي هما الهوريزنتال اسيمتوتس والفيرتيكال اسيمتوت. خطوط التقارب أو خط التقارب الأفقي وخط التقارب الرأسي. Definition: A line Y بتساوي B is called a horizontal asymptote. خط تقارب أفقي of the graph of the function Y بتساوي F of X if either. إذا تحقق الليمت للفانكشن f of x as x approach to infinity بيساوي b، او الليمت للداله f of x as x approach to minus infinity بيساوي b. في هذه الحاله اذا كان كلاهما بيساوي b فبيكون one horizontal asymptote، لكن اذا كان هناك يعني b ونقطه اخرى غير b مثلا c غير متساويتين فبكون للدالة خطين تقاربين أفقيين. أما عند النقطة في التعريف الثاني لأي نقطة A، وكثيرا تحصل في الراشونال فانكشنز، يعني بأنظر إلى أصفار المقام، فمنقول إنه يوجد في vertical asymptote خط تقاربي رأسي لشكل الجراف of the function f of x إذا تحقق التالي: if either limit للfunction f of x as x approach to e from right يساوي infinity أو minus infinity، يعني بياخد واحدة من هذين الرمزين، إما infinity أو minus infinity، أو أيضا إذا كان limit as x approach to e from left للدال f of x بيساوي أيضا إما infinity أو minus infinity. لابد أن يكون هناك في infinity أو minus infinity، infinity أو minus infinity. أما إذا كان finite فبيكونش هناك في vertical asymptote، يعني لابد أن يكون الانفينيتي موجودة، فبنقول في vertical asymptote. خلينا ننظر إلى المثال التالي البسيط، والدالة 1 على x، وإحنا اشتغلنا سابقا الليمت إذا كانت تؤول إلى infinity أو minus infinity أو للصفر من جهة اليسار وجهة اليمين. طيب إحنا أوجدنا الليمت أو عرفنا سابقا من المحاضرة الأولى سكشن 2.6 إنه الليمت للدالة 1 على x as x approach to infinity أو minus infinity بيساوي صفر، حينما تؤول لإنفينيتي بيساوي الدالة 0 الليمت إلها، لما تؤول لماينس إنفينيتي بيساوي صفر، يعني أعطانا هنا b واحدة وهي الصفر. إذا اللاين y بتساوي b وهو ال x axis عبارة عن horizontal asymptote، خط تقاربي أفقي. وانظر هنا الدالة، شكل الدالة بالأزرق إنه تتقارب لهذا الخط حينما تؤول لإنفينيتي، هنا حينما تؤول لماينس إنفينيتي x الدالة تتقارب لهذا الخط، يعني يا من فوق يا من تحت، لكن هنا حتكون من تحت، أما من هنا لما تؤول لإنفينيتي فحكون من أعلى. طب حينما تؤول x إلى 0 وx هنا بيساوي صفر مش موجودة من ضمن الدومين للدالة، مش موجودة من ضمن الدومين للدالة، فحيكون عندنا هنا الصفر، يعني هي يعني من أصفار المقام، فبنفحص الليمت حينما تؤول لصفر من اليمين أو من اليسار. فمن اليمين نجد أن الدالة تؤول إلى infinity، ومن اليسار الدالة تؤول ل minus infinity، يعني يوجد هنا في vertical asymptote وهو ال x بيساوي 0، معادلته x بيساوي 0، لابد أن يكون دقيق، ما ينفعش نقول y بيساوي 0 لأنه vertical line، وهو عبارة عن ال y axis خط تقاربي رأسي، فالدالة تؤول أو تتقارب نحو هذا الخط تقريبا، يعني متقاربة بتساويه،
وهنا أيضا لما تقول لصفر إكس من جهة اليسار الدالة تتقارب لهذا الخط وهو الواي أكسس. خلينا نأخذ أمثلة على خطوط التقارب. Find the horizontal and vertical asymptote of the following functions. خلينا ننظر إلى المثال التالي. عندنا دالة f of x بساوي x plus 3 x plus 2. خلينا نفحص الليمت أول شيء من اللي هو as x approach to infinity أو minus infinity. وهذا أخذناه في المحاضرة الأولى. كيف بنوجد الليمت للراشونال فانكشن؟ بنقسم على أكبر قوة في المقام، يعني بنقسم على x البسط والمقام، حنصل للتالي، يعني بمعنى إنه هنا الليمت حيعطينا واحد. وأيضا as x approach to minus infinity حنصل إنه فعلا إنه الليمت بيساوي واحد، في كلاهما واحد واحد. يعني هنا بنستنتج من هاتين الخطوتين إنه y بيساوي 1 is a horizontal asymptote، خط تقاربي أفقي. طيب ننظر إلى الدالة أيضا. أصفار المقام اللي هو سالب 2، يعني لو عوضنا x plus 2 بيساوي 0 حنجد إنه x بيساوي 2 minus 2. خلينا نفحص الليمت للدالة as x approach to minus 2 from left and from right. From right هنا يعني لو عوضنا في البسط حيعطينا واحد بدل x بيساوي minus 2. طيب هنا المشكلة as x approach to minus 2 from right، يعني بأخذ أنا قيمة أكبر من سالب 2 زي مثلا سالب 1.9 من 10، لما نجمعها لاثنين بيعطينا قيمة اللي هو صغيرة موجبة، واحد على قيمة صغيرة موجبة بيعطي infinity. طيب حينما نوجد الليمت as x approach to minus 2 from left، معناته بناخذ قيمة اللي هو أصغر، في الأولى بناخذ أكبر، هنا بالسالب أكبر زي سالب 1.9، لكن هنا بناخذ أصغر من اللي هو سالب 2 زي مثلا minus 2.1، لما نجمعها مع 2 حتعطينا قيمة صغيرة سالبة. والبسط حينما نعوض بدل x minus 2 حيعطينا 1، 1 على قيمة صغيرة سالب يعطي minus infinity. أعطى هنا minus infinity وانفينيتي موجود أحد الرمزين infinity أو minus infinity، هذا معناته دغري بأستنتج إنه اللاين x بيساوي minus 2 is a vertical asymptote. طب كيف بدي أستعين بهذه الخطوات في رسم مبسط للدالة؟ يعني إحنا استنتجنا أول حاجة بنرسم الأسيمتوت اللي هم ال y بيساوي 1 الهوريزنتال باللون اللي هو الزهري، والفيرتيكال اسيمتوت اللي هو x بيساوي minus 2 vertical اسيمتوت. طيب احنا اوجدنا الليمت as x approach to infinity حتساوي 1، يعني حتقارب الدالة هذا الواحد، اما بتكون من فوق او من تحت. طيب حينما نوجد الليمت ل minus 2 from right ساوت infinity، ففي continuity للدالة، فحيكون هذا branch واحد في هذه المنطقة، بنوصل اللي هو البرانش للدالة. لكن حينما تقول لماينس انفينيتي بيساوي واحد، يعني اما بتكون دالة فوق او تحت، لكن بحكم هذا الامر يعني رسمه مبسطه انه اوجدنا الليمت از اكس ابروش تو ماينس 2 فروم ليفت بيساوي ماينس انفينيتي، يعني حتكون الدالة من اسفل هنا تتقارب لهذا الخط، ثم بنوصل ونكمل الدالة بطريقة مبسطة، بكون هذا هو ايش رسمة الدالة مع الأسيمتوت إلها. طيب المثال التالي للدالة f of x بيساوي minus 8 على x تربيع minus 4. طيب الدالة هذه هل هي even ولا odd؟ لو احنا عوضنا بدل كل x minus x حتكون الدالة even function، وهذا بفيدنا في رسمة الدالة باستخدام الأسيمتوت. طيب هو المطلوب نوجد الهوريزنتال والفيرتيكال أسيمتوت. حتى نوجد الهوريزنتال أوجد الليمت للدالة as x approach to infinity أو minus infinity، ممكن يشتغلهم خطوة واحدة، يعني هنا بأقسم على أكبر أس في المقام لأنه دالة كسرية بكون بهذا الشكل، بنقسم هذه القيمة بعد ما نقسم لما نعوض، أو as x approach to infinity أو minus infinity بيساوي صفر، وهنا بيساوي صفر، يعني حتكون صفر على واحد صفر، أعطانا قيمة finite
إذن هيكون y بتساوي 0، وهو ال x axis عبارة عن اللي هو horizontal asymptote، horizontal خط تقاربي أفقي. طيب ننظر للدال كمان مرة في المقام، في المقام حينما x minus 4 بتساوي 0 هيعطيني نقطتين لما x بتساوي 2 و x بتساوي minus 2. خلينا نفحص ال limit as x approach to 2 from right and left، وكذلك لل minus 2 as x approach to 2 from 2 from right. يعني هنا بناخد قيمة أكبر من 2 لما نعوض، هو في x تربيح بيعطينا قيمة أكبر من 4، لما نطرح 4 بيعطينا قيمة صغيرة موجبة سالب 8 على قيمة صغيرة موجبة بيعطينا minus infinity. أما من جهة اليسار بناخذ قيم هو أصغر من 2، لما نطرح 4 منها أصغر من 2 ونربعها فبيعطينا قيمة أقل من 4، اطرح 4 منها بتعطينا قيمة صغيرة سالبة. طب سالب 8 على اللي هو قيمة صغيرة سالب بيعطينا infinity، يعني نستنتج هنا اللاين x بتساوي 2 عبارة عن vertical asymptote. By similar way بالمثل أيضا بنفس الإجراءات as x approach to minus 2 from right، يعني بناخد قيمة أكبر من سالب 2 زي مثلا سالب 1.9 لما نربعها بيعطينا قيمة أقل من 4، ولما نطرح 4 منها بيعطينا قيمة صغيرة سالبة. بنفس الشيء حطينا infinity. أما هنا من اليمين حناخد اللي هو أو من اليسار حناخد قيمة أصغر من سالب 2 زي مثلا سالب 2.1 لما نربعها بتصير قيمة موجبة أكبر من 4، لما نطرح 4 منها بيعطينا قيمة اللي هو قيمة موجبة صغيرة، وحيعطينا فعلا إنه هذه الأمر حيعطي minus infinity، حيعطينا minus infinity. يعني الانفينيتي وماينس انفينيتي بستنتج انه اكس بتساوي ماينس 2 عباره عن فيرتيكال اسيمتوت، فصار عندي 2 فيرتيكال اسيمتوتس هم اكس بتساوي 2 واكس بتساوي ماينس 2. وزي ما حكينا انه الداله عباره عن ايفن، ايضا لو عوضنا بقيمه الصفر حيعطي سالب 8 على سالب 4 بيعطي 2، عند الصفر قيمتها 2. نستعين بالليمتس اللي أخذناهم لرسم يعني شكل مبسط، يعني حينما تقول لإنفينيتي حيعطي اللي هو صفر اللي هو عبارة عن X axis، فبتكون الدالة إما فوق أو تحت، وكذلك لما تقول لسالب إنفينيتي إما بتكون حتساوي صفر قيمة الليمت إما بتكون تحت أو فوق. لكن بحكم هذا الأمر اللي هو هنا الليمت as X approach to 2 from right حتساوي minus infinity، فحنشبك هذا اللي هو البرانش حيكون موقع بهذا الشكل. أما وقلنا هنا قيمة الدالة بيساوي 2 عند الصفر، فحينما تقول والدالة continuous في كل R ما عدا سالب 2 و 2 لما جعلوا لي فيه خطين تقاربيين رأسيين، فمن اليمين اللي هو من اليسار عند 2 حيعطي infinity، ومن اليمين حيعطي لسالب 2 انفينيتي، ثم يعني منكمل اللي هو الشكل ومنمرر عند اللي هو قيمة الدالة عند صفر قيمتها 2، وبنفس الأمر البرانش الثالث. هذه رسمة مبسطة للدالة مع الأسيمتوتس. طيب في نوع اللي هو ثالث نسميه أوبليج أسيمتوت أو سلاند لاين أسيمتوت، خط تقاربي مائل. وهذا الخط التقاربي المائل يحصل حينما تكون الدالة الراشونال فانكشن درجة البسط أكبر من درجة المقام بدرجة واحدة، بدرجة واحدة. زي مثلا الدالة الأمامك إنه x تربيع في عنا، وفي عنا هنا 2x، درجة الدالة أو في البسط كلها 2 ودرجة اللي هو البولينوميال في المقام 1 أكبر منها 1، إذن حيكون في أوبليج أسيمتوت. وكذلك لأي دالة أخرى، مثلا لو كان في البسط الدرجة 5 وفي المقام الدرجة 4 يوجد أوبليج أسيمتوت، وهكذا
هذا الكلام بتطبقه على الدوال اللي هي بتكون بهذا الشكل وبهذه الخاصية. درجة البسط أكبر من درجة المقام بدرجة واحدة، لابد أن يكون هناك أوبليج أسيمتوت. كيف نوجد الأوبليج أسيمتوت؟ يعني ممكن أن يكون هناك في فيرتيكال، لكن لا يمكن أن يكون هناك هوريزنتال، لأنه هذا يتناقض مع اللي هو تعريف الدالة. وزو إحنا مثلاً أوجدنا الليمت as x approach to infinity أو minus infinity، حلاقي الدالة إما بتاخد ما لا نهاية أو minus infinity، بياخدش real number، وهذا يعني بخلينا إنه ما يكونش هناك horizontal asymptote. فلذلك حتى نوجد الأوبليج أسيمتوت الدالة هذه بنعمل بنقسم البسط على المقام قسمة مطولة، وهذا الأمر يعني هي موجود أمامك، يعني الأمر يعني مش صعب إجراءه لأي قسمة مطولة بهذا الشكل. فبعد يعني إجراء القسمة المطولة هتكتب الدالة على هيئة اللي هو بيعطينا دالة خطية اللينير كالتالي. الدالة خطية اللي هي نتجت X على 2 زائد 1 والباقي هنا 1، معناته 1 على المقام. هذا بفيدنا الريميندر، 1 على اللي هو المقام بسميه الريميندر الباقي. فالدالة كتبت على هيئة يعني دالة خطية، زي مثلا في هذا المثال x على 2 زائد 1 دالة خطية، والريميندر مهما كانت ايش درجته. فالدالة الخطية هي الأوبليج أسيمتوت، بسميها y بتساوي x على 2 زائد 1، هي الأوبليج أسيمتوت. طيب هل ممكن أن يكون هناك في فيرتيكال؟ ممكن. طب أصفار المقام إيش هي؟ 2، معناته خلينا نفحص limit للدالة as x approach to 2 from right and from left. from right خلينا دغري مباشرة منعوض في الريميندر، والسبب في ذلك حين التعويض، لأنه حينما نعوض في جميع الدالة إما حياخد infinite أو minus infinity، لا يؤثر بالتعويض في دالة اللينير، لأنه عند 2 حتكون قيمتها مثلا اللي هو هنا 2. فخلينا يعني هيكون قيمة الليمت للسهولة بناخد الريميندر ومنعوض في أو نوجد الليمت إله as x approach to n to from right ومن اليسار. from right نفس الفكرة، هنا هناخد قيم أكبر من 2، هنطرح منها 4، يعطينا قيمة موجبة، 1 على قيمة موجبة يعطي infinity. أما من اليسار نأخذ قيمة أصغر من 2 x في قيمة أصغر من 2 يعطي أقل من 4، لما نطرح منها 4 يعطي قيمة صغيرة سالبة، 1 على قيمة صغيرة سالبة يعطي minus infinity. يعني تحقق هو شروط vertical asymptote، إذن اللاين x بتساوي 2 vertical asymptote. طب كيف نرسم اللي هو الدالة مع الأسيمتوت؟ أول شيء بنرسم الدالة الخطية اللي هي y بتساوي x على 2 زائد 1، وهي الدالة يعني خط مستقيم نرسمه هو باللون البنفسجي أو الزهري الأمامك، وأيضا نرسم كذلك الفيرتيكال أسيمتوت. الخط التقاربي اللي هو الأوبليج أسيمتوت هتقارب الدالة له إما من فوق أو من تحت، بحكم هذا الأمر من فوق. لما أوجدنا الليمت as x approach to 2 from right حيكون ما لا نهاية، إذن بنشبك هذا إيش في هذا المنطقة البرانش، في هذا المنطقة بيكون في one branch للدالة اللي هو باللون الأزرق. أما أيضا من الجهة الأخرى حيتقارب إما فوق أو تحت بحكم هذا الأمر، حينما تقول الدالة 2 من جهة اليسار بتروح ل minus infinity، يعني وأيضا الدالة continuous for all r ما عدا التنين أصفار المقام، فنشبك هذه القيمة مع هذه القيمة ونرسم رسمة مبسطة بهذا الشكل الدالة مع اللي هو الأسيمتوت إلهم. أصبح عندنا يعني هناك ثلاث أنواع من الأسيمتوت اللي هما الهوريزنتال والفيرتيكال والأوبليج أسيمتوت. طب خلينا نأخذ أمثلة عامة على هذا الأمر، يعني خلينا نطرح المثال التالي بشكل عام. Find all asymptotes of the following functions. ونذكر دائما إنه ال vertical asymptote يحصل عند أصفار المقام، يعني ممكن إنه ما يصيرش لكن ممكن فبنفحص عند أصفار المقام. الدالة الأمامك
يعني فيش أصفار المقام لأنه بيكون نون نيجاتيف لأنه في أبسولوت فاليو. فلذلك بنحاول يعني نوجد هنا درجة البسط بتساوي درجة المقام، يعني فيش أوبلينج. خلينا نفحص اللي هو الهوريزنتال أسيمتوت، فناخد الليميت از اكس ابروش تو انفينيتي او ماينس انفينيتي. طب حينما تقول لانفينيتي يعني ناخد قيم موجبه، معناته هنا اكس اكبر من او تساوي الصفر، تمام؟ فالابسولوت فاليو بنفكه بالموجب بهذا الشكل. طب كيف نوجد الليميت از اكس ابروش تو انفينيتي؟ بنقسم على اكبر اسفل المقام، اكبر قوه لاكس اللي هو اكس تكعيب بهذا الشكل، ثم نعوض اللي هو بدل اللي احنا حصلنا عليه بالاصفار اصفار، حنصل انه الليمت بيساوي واحد. وهنا الليمت از اكس ابروش انفينيتي للدال بيساوي واحد. طيب نشوف من اليسار بنفس الفكره، الابسولوت فاليو بنفكه بماينس لانه قيم سالبه، فحاطينا اللي هو ماينس اكس كيوب. فحينما نعوض أو نقسم على أكبر قوة في المقام حنحصل على التالي، ثم منعوض بالقيمة دي صفر صفر اللي هيعطينا في النهاية اللي بيساوي سالب واحد. فأصبح عندنا as x approach to infinity بيساوي as x approach to infinity حيعطينا as x approach to infinity حيعطينا واحد، وas x approach to minus infinity minus one قيمتين مختلفتين، معناته حيكون هناك two horizontal asymptotes اللي هم معادلاتهم y بيساوي minus 1 y بيساوي 1. ومش مطلوب الدالة انت ترسمها لكن اعرفك عليها بهذا الشكل. الدالة حتكون في تقارب للدالة، الدالة باللون الازرق حتقارب للخط من جهة اللي هو as x approach to infinity للواحد زي احنا ما اوجدنا في الليمت، وحتتقارب ل minus 1 بهذا الشكل as x approach to minus infinity حيكون two horizontal asymptotes. طيب الدالة في نمرة 2 j of x بساوي 2 زائد sin x على x. طيب هنا في أصفار للمقام لا sin x على x، لكن خلينا نشوف ولو أوجدنا الليمت عند اللي هو الصفر حيعطي بساوي 3، يعني فيش vertical asymptote. خلينا نفحص هل يوجد horizontal asymptote؟ خلينا نوجد أول حاجة الليمت لساين x على x as x approach to infinity أو minus infinity. هذا بيلزمنا نستخدم اللي هو الساندويش theorem، نعرف أول حاجة الليمت لهذه القيمة ساين x على x as x approach to infinity أو minus infinity. طيب من خصائص الساين لأي قيمة في R الساين محصور من سالب واحد إلى واحد، يعني نقدر نكتب الليمت او الساين اكس اندر ابسولوت فاليو اقل او يساوي واحد، هذه متكافئه صحيحه. الان لاي اكس لا تساوي صفر لانه بدي اقسم على اكس، قسم او اضرب الانكواليتي السابقه بواحد على ابسولوت اكس. طب واحد على ابسولوت اكس قيمه موجبه، لو ضربنا اللي هو المتباينه ما بغير في التباين حينتج المتباينه التاليه اللي هو absolute value sin x على x اقل او يساوي absolute value 1 على x اللي حتعطينا لما نفك هذه القيمه او المقدار في اليمين مقدار موجب. اذا بنفك بهذا الشكل، فالsin x على x محصور بين دالتين هي minus absolute value 1 على x والabsolute value 1 على x. اذا بنستخدم الساندويش theorem as x approach to infinity او minus infinity، الداله اللي هي في اليسار وفي اليمين حتساوي زيرو لأن واحد على x قيمته صفر as x approach to infinity أو minus infinity حيكون بيساوي زيرو. فلذلك بالساندويش ثيرم أصبح الليمت اللي هو sin، خطأ هنا احنا كاتبين اللي هو sin x على x، هنا خطأ في موجود، خلينا المشطوب حيكون اللي هو ساين اكس على اكس، هنا حيكون في خطأ في هذا الامر، الان في خطأ هي عبارة عن ساين اكس
على X، وفي الثاني بنفس الفكرة. نعم. طيب احنا نكمل، فبصير عندنا اللي هو الليمت للداله as x approach to infinity او minus infinity، حيعطينا 2 زائد 0 ويساوي 2. يعني ممكن الرجوع لملف الوورد اللي امامكم فيه على الموديل، حنصل انه بيساوي، حنصل انه الليمت للداله اللي هي عباره ساين اكس على اكس زائد 2، وهي الداله الصحيحه، حيساوي 2. فاينايت حيكون الليمت بيساوي 2، يعني هنا حيكون اللي هو عباره عن هوريزنتال اسيمتوت، والهوريزنتال اسيمتوت يعني هنا الدالة لولبية حوله، يعني ما بتيجي سحبة واحدة من الطرفين. y بتساوي 2 عبارة عن horizontal asymptote للدالة بشكل صحيح، اللي هي عبارة بدها تصحيح اللي احنا اشرنا عليه بهذا الشكل، خطأ يعني كتابي. الدالة هي عبارة عن 2 زائد sin x على x، في عنا اللي هو limit as x approach to infinity أو minus infinity ويساوي 2، يعني يوجد عندنا في اللي هو horizontal asymptote فقط. طيب نأتي اللي هو بشكل سريع للمثال التالي، y بيساوي sec x والy بيساوي tan x. هنا المقام اللي هي تكتب هذه الدالة sec x 1 على cosine x، وهنا تكتب على صورة sin x على x التان. يعني هنا المقام في كلاهما كوزاين اكس، يعني يوجد اصفار للمقام، وهي عباره عن الاود مالتيبل اوف باي 2. اذا من شكل الداله اخذته سابقا، يوجد فيرتيكال اسيمتوت عند كل صفر للمقام اللي هم اصفار المقام، اللي هم حينما كوزاين اكس بتساوي اللي هو زيرو. فحيكون شكل اللاينز بهذا الشكل، هو عبارة عن x بيساوي 2 k minus 1 في باي 2، حيث k بيساوي z، هما عبارة عن family من ال vertical asymptotes، واضحين هما بالشكل اللي هو الزهري في كلا الدالتين، y بيساوي sec x أو y بيساوي tan x. طيب خلينا ننظر للمثال التالي، find limit ساين واحد على x والليمت x ساين واحد على x في a وb. نمرة a as x approach to infinity، والثانية as x approach to infinity أو minus infinity الثانية. طيب في نمرة a بدنا نعمل تحوير، خد اللي هو take t بيساوي واحد على x. طب حينما x تقول لإنفينيتي، هذا معناته انه t بيساوي 1 على قيمة كبيرة جدا، يعني بيعطينا صفر لكن يعني قيمة صغيرة موجبة، حنرمزها بالرمز 0 بلس اللي هي قيمة صغيرة موجبة. فبصير عندنا المسألة limit sin 1 على x، بنعوض بدل 1 على x t، و as x approach to infinity حيعطينا as x approach to 0 plus. طب sin t as x approach to 0 plus من شكل الساين حيساوي صفر. طيب في نمرة 2، نمرة b أيضا بنفس الفكرة، ضع t بيساوي 1 على x، ومنها حيكون x توضع على صورة 1 على t. طب حينما x approach to infinity هنلاقي انه تي تقول ل 0 بلس قيمة صغيرة موجبة من اللي هو التحويل، احنا كتبناه التحويل
إذا بكون عندنا اللي هو the limit as x approach to infinity ل x sine 1 على x. لما نضع بدل 1 على x t وبدل اللي هو x هيعطينا 1 على t، هتكتب المسألة على صورة اللي هي limit ل sine t على t as t approach to 0 plus، يعني من اليمين صفر من اليمين اللي هو بيساوي واحد، لانه الليمت للساين تي على تي بيساوي واحد از تي ابروش تو زيرو. نفس الفكره حينما تقول لماينس انفينيتي، حنفرض في نمره 2 انه تي بيساوي واحد على اكس، فكذلك اكس حتكون بيساوي واحد على تي، حنصل انه از اكس ابروش تو ماينس انفينيتي حيكون يعني واحد على ماينس انفينيتي تي ابروش تو زيرو ماينس، قيمة صغيرة سالبة. إذا الليمت لإكس ساين واحد على إكس أز إكس ابروش تو ماينس انفينيتي حيساوي اللي هو عبارة عن ليمت للساين تي على تي أز تي ابروش تو زيرو ماينس أي للصفر من جهة اليسار حيساوي واحد في كلاهما. يعني هنا اخذنا الليمت از اكس ابروش تو انفينيتي واكس ابروش تو ماينس انفينيتي لدى لو اعطانا فاينات، هذا بحقق تعريف الهوريزنتال اسيمتوت. يعني فروم بي بارت بي ابوف الاكزامبل حيكون للداله اللي هو اكس ساين 1 على اكس في عندنا هوريزنتال اسيمتوت اللي هو قيمته واي بتساوي 1. وهذا الكلام يعني بنعطيكم الشكل تبعه، هذا شكل بشكل موسع او ضيق شويه، y بتساوي x sin 1 على x as x approach to infinity يتقارب للخط y بتساوي 1، وكذلك as x approach to minus infinity حتقارب الخط y بتساوي 1. يعني يوجد للداله الامامك في horizontal asymptote. بكون احنا هيك يعني نهينا موضوع الاسيمتوت، وهيك بكون احنا نهينا من شابتر 2. ان شاء الله نستعد للمره القادمه لشابتر 3 وحكون شابتر سهل، شابتر للديريفاتيف. نشكركم لحسن الاستماع. ونتمنى لكم التوفيق في دراستكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.